فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. موضوعنا لليوم باش يكون قصور القلب. قصور القلب اللي هو مرض خطير ومزمن ويحتاج لعلاج مستمر ما يتوقفش طول فترة حياة المريض، ومع بعضنا خلينا نتعرفوا شنو هو قصور القلب. قصور القلب هو مرض يصيب الشخص وقت يولي قلبه عاجز على ضخ الدم بقوة كافية تخليه يوصل لكافة أجزاء البدن كما هو معتاد، وهنا توصل كميات أقل من الدم نظيف لأعضاء البدن اللي سبب تراكم السوائل في الأعضاء كما الرواري والساقين والكرش. هذا الكل يخلي المصاب بقصور القلب يحس بتعب وضعف دائم وصعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية. ومن أعراض قصور القلب تعب وإرهاق وعدم القدرة على تحمل الإجهاد، انقطاع النفس بشكل خاص وقت الاستلقاء وإلا وقت ممارسة أي نشاط جسدي، زيادة في الوزن ناتجة على احتباس السوائل وتراكمها خاصة في منطقة البطن، وجايع في الصدر مع صعوبة في التركيز وقلة الانتباه وإدراك، اضطرابات في نبض القلب ومشاكل وصعوبات حادة في التنفس. ومن أسباب قصور القلب وعوامل الخطر، ثم برشا عوامل تنجم تتسبب في قصور القلب ولا ترفع من فرص الإصابة به، وهذه أهمها: مرض الشريان التاجي، ارتفاع ضغط الدم، التهاب في عضلة القلب، العيوب الخلقية عند الجنين، إصابة من قبل بالنوبة القلبية. وإذا لا قدر الله والعبد أصيب بنوبة قلبية، فإن عضلة القلب تفتقر للعناصر الغذائية الحيوية والأكسجين، يمكن أن نفقد مليار خلية قلب في نوبة قلبية واحدة، والقلب عند الإنسان ما يجددش روحه، فالعضلات اللي يفقدها ما ترجع. وبين الأشخاص اللي يصابوا بقصور القلب يموت نصفهم في غضون 5 سنوات، هذاك علاش لا يقل خطورة عن الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. وفي الوقت الحالي كل ما ينجم يتعمل هو إعطاء المرضى حرابش، لكن هذا ما يعالجش المشكلة الأساسية وهي عضلة القلب المفقودة. ثم بسيط من الأمل إن نجم نبثوه لمرضى قصور القلب، إنه ثم علماء بريطانيون طوروا طريقة لزراعة كميات ضئيلة من أنسجة القلب في المختبر، واللي يمكن ملاحظتها تنبض من تلقاء نفسها، ويأمل فريق جامعة كامبريدج إنه يوفر هذا العلاج الأول على الإطلاق لقصور القلب اللي أثر على ما يقارب من 1 مليون شخص في المملكة المتحدة وعشرات الملايين حول العالم. ووفقا لصحيفة ديلي ميل، يتم تصنيع البقعة بحجم الإبهام باستخدام الخلايا الجذعية، واللي يمكن أنها تنمو إلى أي نوع من الخلايا البشرية، ويتم بنائها في الأنسجة باستخدام دعائم دقيقة مصنوعة من بروتين الكولاجين. والمشار إليه أنه تم اختبارها على الفيران، وباش تتقدم قريبا للتجارب البشرية اللي إذا كان نجحت تنجم تؤدي لإنتاج ضخم لملايين من بقع القلب لعلاج قصور القلب. وهذه كانت حلقتنا لليوم من فوكس، نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة، وكانت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم ومحمد قداح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.